خاطر نتكلم عن موضوع السينما او السينمات اللي وقفت فيلم امرأة في زمن الحصار، فيلم القطري فيلاجيو وجلف مول سيتي سنتر، السينمات اللي فيها تحت شركة سينيكو. سينيكو هذه شركة بحرينية موقفة فيلم القطري في قطر. متخيل المسخرة هذه؟ انا ضد اللي يقول قاطعوه. الشركة هذه تسترزق من ورا قطر، الشركة هذه قطر ما طردتها وحشمتها. انت تقول لي قاطعوا؟ لا، وقفوا وقفوا خلاص. تعرفون نوفو سينماز، نوفو هذه اللي انتوا على بالكم او البعض على باله احنا يبينهم من امريكا ولا من فعلا مستوى عالمي، ترى هاي الشركه قطريه للعلم، قطريه. فخلاص فيلاجيو جلف مول سيتي سنتر سينماتهم يصيرون تحت نوفو. هذا هو الصح، لانهم هو حشيمه وقلعتهم، والله العظيم انه ما يسمحون لهم. والموضوع مو بس علشان الفيلم هذي، لا لانهم راح يتمودون زياده، فما يستنون لهم يسترزقون من ورانا.